السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الحبيبات، طالبات الصف الخامس الابتدائي في مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، أهلا بكم من جديد في حصة الدراسات الاجتماعية. سوف نقوم اليوم باستكمال دروس الوحدة الخامسة التي تناولنا فيها الدرس الأول بعنوان الخلافة الراشدة، وندرس اليوم عمر ابن الخطاب أو الخليفة عمر ابن الخطاب. وهدفنا لهذا الدرس أن تذكر الطالبة نبذة مختصرة عن حياة عمر بن الخطاب، وأن تتعرف الطالبة على خلافة عمر بن الخطاب. أولا، دعونا نسترجع معلوماتنا عن الدرس السابق بالإجابة على السؤال التالي: عددي أعمال الخليفة أبو بكر الصديق. نعم، أحسنتم، جمع القرآن الكريم، حروب الردة، وإرسال جيش أسامة ابن زيد. ننتقل حبيبتي إلى الهدف الأول، وهو أن تذكر الطالبة نبذة مختصرة عن عمر ابن الخطاب. ويمكننا التعرف على نبذة عن حياته من خلال الاستماع إلى الفيديو التالي. شخصيات إسلامية. عمر بن الخطاب هو الفاروق أبو حفص. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، ولد بعد عام الفيل 13 سنة. عرف في شبابه بالشدة والقوة، وكانت له مكانة رفيعة في قومه. أسلم في السنة 6 من البعثة النبوية المشرفة، ووضع الله الحق على قلبه ولسانه، إذ كان القرآن ينزل موافقا لرأيه، وكان قويا في الحق لا يخشى فيه لومة لائم. كان ثاني الخلفاء الراشدين، واستمرت خلافته 10 سنين، تم فيها كثير من الإنجازات المهمة. فهو أول من جمع الناس لقيام رمضان في العام 14 من الهجرة، وهو أول من كتب التاريخ من الهجرة في شهر ربيع الأول في العام 16 من الهجرة، وكان يتفقد رعيته في الليل، وهو واضع الخراج، كما أنه مصر الأمصار، واستقضى القضاة، ودون الدواوين، وفرض الأعطية. وقد بلغ رضي الله عنه من هيبته أن الناس تركوا الجلوس في الأفنية، وكان الصبيان إذا رأوه وهم يلعبون فروا، مع أنه لم يكن جبارا ولا متكبرا، بل كان حاله بعد الولاية كما كان قبلها، بل زاد تواضعه، وكان يسير منفردا من غير حرس ولا حجاب. كان عمر رضي الله عنه يتمنى الشهادة في سبيل الله، ويدعو ربه لينال شرفها. وفي ذات يوم وهو يؤدي صلاة الفجر بالمسجد، إذا بغلام للمغيرة بن شعبة، وهو أبو لؤلؤة المجوسي، يطعنه 10 طعنات في ظهره، أدت إلى استشهاده ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة 23 من الهجرة. ولما علم قبل وفاته أن الذي طعنه ذلك المجوسي، حمد الله تعالى أن لم يقتله رجل سجد لله تعالى سجدة، ودفن إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الحجرة النبوية الشريفة الموجودة الآن في المسجد النبوي في المدينة المنورة. من خلال الفيديو حبيبتي نتعرف على نسبه، أي اسمه، هو عمر بن الخطاب القرشي من قبيلة قريش. إسلامه، أسلم في السنة 6 من البعثة. لقبه، لقب بالفاروق حيث أنه فرق بين الحق والباطل. صفاته، كان يشتهر بالعدل والشدة في الحق. وفاته، توفي رضي الله عنه في السنة 23 من الهجرة. الآن دعونا نجيب على هذا السؤال في الكتاب المدرسي صفحة 122. أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في السنة، نعم أحسنتم، 6 من البعثة.
ننتقل الآن إلى هدفنا الثاني، وهو أن تتعرف الطالبة على خلافة عمر بن الخطاب. في الدرس السابق تعرفنا على أن وفاة أبو بكر الصديق كانت بسبب المرض، فعندما اشتد المرض على الخليفة أبو بكر الصديق خاف على وحدة المسلمين من الفرقة، فاختار عمر بن الخطاب بعد أن استشار أصحابه ووافق الجميع على اختياره وتوليته. ونلاحظ هنا أنه أولا قام باستشارة أصحابه لتولية الخليفة عمر بن الخطاب للخلافة، وذلك سيرا على مبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشورى. ومعلومة نضيفها إلى قاموسنا المعلوماتي أن الخليفة عمر بن الخطاب هو أول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين، وقد أطلقه عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب أنهم استصعبوا نطق خليفة رسول الله. والآن دعونا نجيب على هذا السؤال، وهو بما تفسر اختيار أبو بكر الصديق للخليفة عمر بن الخطاب؟ نعم أحسنتم، خوفا على وحدة المسلمين من التفكك. هنا حبيباتي تنتهي حصتنا لهذا اليوم.